السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كتاب من القود السنغافوري بيتكلم ازاي نطبق البيم في المنظمات او في الشركات. فهو بيتكلم ان في بعض العناصر الرئيسية لازم نكون على دراية بيها واحنا بنقول ان احنا هنطبق البيم. لازم ليدرشيب القيادة يكون عندها تفهم وعندها استعداد لتطبيق البيم، ولازم يكون في خطة وفي معلومات متوفرة وفي أشخاص عندهم خبرة بالبيم وفي عمليات وفي نتائج. هيبدأ بقى يناقش كل نقطة فيهم. الليدرشيب لازم يكون في دعم من الإدارة، ولازم يكون في الإدارة عارفة إن تطبيق البيم مش هيبقى بين يوم وليلة، هياخد فترة ومحتاج تدريب ومحتاج عدم استعجال، وإن سرعة الناس في تطبيق البيم في أول شهر مش هتكون زي سرعتهم في الكاد اللي شغالين عليه بقالهم 10 سنين. ولازم يكون في ترتيب وظيفي واضح من البيم مانجر ومن البيم كوردينيتور وكل ومين اللي هيستلم منهم التقارير أو هيديهم الشغل المفروض عليهم. تاني جزء اللي هو البلاننج، إن بقى في تطوير لخطة تبني البيم وبيكون في رؤية واضحة وأهداف واضحة احنا عايزين نوصلها، وفي تعديلات إدارية ممكن نضطر إن احنا نعملها. في خطة معينة لتطوير السوفت وير والهارد وير في الشركة. الجزء التالت بعد كده الانفورميشن، يبقى عارفين البيم ستاندرد، عندنا البيم ستاندرد واضح، بيم كواليتي اشورنس تشيك، نقدر نشوف بعض النقط المعينة بحيث ان احنا واحنا بنعمل اوتبوت او تصدير للمعلومات نقدر نعمل شيك هل فعلا الشغل اللي طالع بجودة كويسة ولا لا. ونعرف البيم انفورميشن مانجمنت ازاي هندير المعلومات بتاعت البيم. البروسيسز في بعض العمليات تبقى معروف مثلا ان لما يحصل كذا مين اللي هيبقى مسؤول ونتكلم مع مين والخطوات وهكذا. بعد كده التريننج رود ماب، هنبقى نحدد الاشخاص مين اللي هتعمل لهم تدريب، مين المسؤول عن التدريب، هل هنجيب حد من بره ولا الشركه نفسها. كاستم هنقدر نخصص بيم اكسكيوشن بلان لكل مشروع. الريزولت هنبدا نشوف الكي بي اي المخرجات اللي خارجه ونتاكد من جودتها. بعد كده الاداره لازم يكون عندهم رؤيه واضحه في موضوع الاهداف وعارفين ان المخرجات اللي هتخرج من البيم هتبقى ممتازه جدا، فمفيش داعي للاستعجال، ويكون عندهم دعم لو في اي حد حاول يعوق تطبيق البيم هم يتصدروا للشخص دوت ويقنعون البيم ضروري، ويكون في مناخ مهيئ لموضوع تطبيق البيم. ده مثلا مثال الشخص الفلاني هو مسؤول عن كذا كذا كذا، القواعد بتاعته، هو مسؤول وليه صلاحيات ايه. البلاننج لازم يكون في رؤيه واضحه وفي تحسين للبيم ومعرفه بالاهداف، هل احنا هدفنا ان احنا نعمل موديل 3D ولا نعمل سستينابيلتي، ولا هدفنا ان احنا مثلا خلال 3 شهور نقدر نعمل مشروع صغير، هدفنا مشروع كبير وعايزين نشتغل بيه فممكن نشوف شركة تخش تساعد واحنا نتعلم منها في المشروع دوت. في لازم يكون تغيرات في الفكر بتاع الإدارة، ففي توفير للمناخ، ما يبقاش في ضغط او يديهم مشروع كبير فده ممكن يعمل مشاكل. يكون مدروس موضوع المخاطرة وموضوع عوامل النجاح. نبدأ بمشروع صغير، مش لازم نبدأ بمشروع كبير، ما يكونش مشروع مزنوق في الوقت، يكون معروف ايه الفترة اللي هيطبق فيها موضوع البيم. البيئة بتاعت البيم بنعمل نشوف ايه البرامج اللي بتعمل الموديل، وايه البرامج اللي بتعمل مراجعة، وايه البرامج اللي بتعمل كوردينيشن، وايه البرامج اللي بتعمل اناليسيس. كل الحاجات دي بنبدأ نقارن ونشوفها، وبنبدأ نشوف ايه الأجهزة اللي تقدر تشيل البرامج ديت. الستاندرد بيم ستاندرد، تمام، ممكن نختار كود جاهز او احنا نعدل، او احنا نشوف كود من شركة تانية ونقدر نعدل فيه، او احنا شغالين في مشروع كبير كذا شركة كلنا نتفق على كود معين. الاكواد بتشمل حاجات كتيرة جدا، طريقة التسمية، الاشخاص اللي موجودين في المشروع، البروجكت سيرفر،
العمليات اللي هتتم في المشروع، ايه الحاجات المتطلبة ان احنا نعملها موديلنج، ايه الملفات هتدخل لنا، ايه الملفات اللي هتصدرها، لان في بعض الاوقات يقول لك ما تصدرش اوتوكاد، لا انا عايزك تصدر لي مثلا بي دي اف او دي دبليو اف فحسب الاتفاق. وممكن تفضل ان هو يديله كل الاوتوكاد في اخر المشروع على اساس ان هو لو عايز يستخدمه في اي حاجه تاني، وكده كده انت المفروض بتديله الملف الاصلي فهو يقدر يصدر من الملف الاصلي. تقدر تعمل فحص باكتر من طريقه، فجوه تشيك، تبدا تعمل تفتح الفيو تشوف بنفسك، وممكن تعمل دات سيت فاليديشن، تقدر تشوف اذا كانت في حاجه خبط في حاجه، تقدر تشوف اذا كانت المعلومات مش متوفره ولا لا، تعمل تشوف الماتيريال هل هي مكتوبه صح ولا لا، اداره المعلومات، اداره للبلان، للبروجرس، الستيج، كل مرحله من المراحل هنشتغل نعمل فيها ايه، في مرحله التندر، في مرحله الازبل، كل مرحله من المراحل ليها شغل مختلف، فبنبدا نشوف الموضوع دوت. التسميات، ايه التسميات المناسبه، في بعض الحاجات بتبقى مثلا حرف الايه هو ارتكست، في بعض الحاجات بتبقى ايه ار، فبنبدا نتفق على التسميه او نتفق على كود معين نشتغل بيه في موضوع التسميه. الاجراءات او العمليات، تمام، يعني مثلا في مرحله الكونسبشوال ديزاين هنبدا مثلا هيكون كل تركيزنا ان احنا نعرف المشروع ونجهز بمكشن بلان، مش مطلوب مننا اي لوح، بس مطلوب مننا يبقى في كونسبت موجود، تمام، يعني محدش يقول لك الموديل فين، فانت بس بتجهز كده خطوط الجريد كوردينيشن وهكذا. بعد كده مرحله الاسكيماتيك، بتبدا تجهز الموديل الاساسي، ما فيش التفاصيل، الحاجات الاساسيه في شغل الصحي اسكيماتيك دروينج. في مرحله الديتيل ديزاين بتبدا بقى تعرف المعلومات اكتر، بتبدا تعرف الزونات، السبيس، الكلاش ديتكشن، تاكد ان مفيش حاجه غلطه في حاجه. مرحله الكونستراكشن بنبدا نشوف الار اف اي، بنبدا نجهز لوح شوب دروينج، بنبدا نشوف ايه اللوح المطلوبه مننا زي السنجل سيرفيس دروينج. المرحله الازبلت خلاص انت وصلت بقى الاودي 500، فبتبدا بقى تحط المعلومات الدقيقه اللي اتنفذت في اثناء الموقع، فسيلت مانجمنت تاخد الموديل وتبدا تكمل عليه تستفاد منه، ولو في اي تطوير تبدا تعمله. هنا بقى بنبدا نشوف الاشخاص اللي موجودين، في ناس مثلا لسه خبرتهم قليله، في ناس خبرتهم كويسه، في ناس ادفانسد عندهم خبره كويسه، فدول ايه المعلومات اللي المفروض موجوده عندهم، يعني ده لسه جديد فممكن يكون عارف الريفت بس وخلاص، هنا ممكن يكون حافظ عارف اكواد. التدريب، فبنبدا نشوف مثلا كل واحد فيهم محتاج تدريب ايه، وايه الحاجه اللي هيتدرب عليها. ليست اوف بيم ريليتد رولز، البروجكت بيم مانجر، ايه الحاجات المطلوبه منه، لان هو مش مطلوب من واحد بيدير مشروع ان هو يشتغل يرسم بايديه الا لو مفيش حد غيره في المشروع، فهو غالبا مشغول بالاجتماعات والمراجعه والكوردينيشن. البيم كوردينيشن مسؤول مثلا ان هو يبدا يعمل كرييت بيم ديزاين موديل، يعمل مقارنه بين المودلز ويشوف ايه المشاكل الموجوده. كاستم انجيجمنت بيم اكتشن بلان، ايه التفاصيل الموجوده جواها. النتائج المفروض بقى انت بتوقع ايه اللي يخرج لك من البيم بعد كده. التمبليت، طبعا انت لو بادئ بتمبليت كويس هيوفر عليك وقت كتير جدا، ممكن تكون انت اشتغلت في مشروع فبتبدا بس تغير الحاجات بحيث تناسب الشغل بتاعك. هنا ده تمبليت للحاجات اللي انت هتكتبها بدل ما تبدا من الصفر، بيديك بعض الارشادات كجداول تقدر تستفيد منها توفر عليك وقت.